اول فرقه هنتكلم عنها النهارده سيمبا التنزاني، وسيمبا التنزاني بتحتفل بوصول لويس ميكسوني لاعب الاهلي السابق وتوقيعه الى يعني عقد مع سيمبا وعودته مره اخرى لصفوف سيمبا التنزاني. كان في استقبال حافل للويس ميكسوني، بيعرفوه بقى ببعض اللعيبه الجدد، وكمان بيعرفوا لويس ميكسوني بمدرب الفريق الجديد، خصوصا ان مدرب الفريق الجديد في الوقت الحالي هو برازيلي اللي هو روبرتينهو اللي امامنا على شاشه، اللي لويس ميكسوني عدى من امامه دلوقتي، وده يعني اول مره لويس ميكسوني يتدرب تحت قياده روبرتينهو المدرب البرازيلي. سيمبا يعني ما سكتش السنه دي، عمل صفقات قويه جدا واتكلمنا كمان عنها في الحلقات اللي فاتت، لكن النقطه اللي عجباني حاليا في القاره الافريقيه ان عدد كبير جدا من لعيبه امريكا الجنوبيه بيروحوا الفرق اللي بتشارك في بطوله الدوري الافريقي. صن داونز بيجيب لعيبه من امريكا الجنوبيه، وكمان سيمبا هو الاخر بيجيب حارس مرمى مميز. هتتفرجوا على مجموعه من حراس مرمى مميزين في الوقت الحالي في القاره الافريقيه. كان دايما اما نيجي نتفرج على مباريات الفرق الافريقيه الكبيره بتلاقي عندهم مشكله في حراسه المرمى، لكن سيمبا اول ما فكر ان هو يجيب حارس برازيلي، وجاب حارس برازيلي مميز هتتفرجوا عليه في بطوله الدوري الافريقي ودوري ابطال افريقيا اللي هو جيفرسون.